ولا نهار شعرت بنخوة كما شعرت بها اليوم لأنه أتنصر ما عندي حتى طموحات كنت النجم يكون أنا رئيس العبادة مقتدى سني وتجربتي والكاريير بتاع اللي رايح لكن لله في العهد اللي فات طوى والحمد لله كنت حاضر مع الأسف مشغول بالصمت اتكلمت بعض مرات في اجتماع في جربة قالوا لي ربما وانت خارج من جنبة توجي شرطة شدة الناس كلهم كنا خايفين غارقين انا ما تنجموش اليوم شباب ما انتم شباب محتاجين للتجربة بتاع الشياب